مطلب صار ضروريا في عالم محتقن يغلي بالصراعات والفتن والحروب التي طالت شرقه وغربه ولم تعد تقتصر على قارة أو منطقة، بل صارت توزع بالتساوي مآسيه وضحاياه. وبهذه المناسبة أحيت الأمم المتحدة يوم السلام العالمي الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام يوما لنبذ الصراع وحقن الدماء والدعوة للحوار بدلا من المواجهة والصراع.